خبرنا الأول اليوم، مصادر خاصة أكدت للملعب أن بداية الموسم الجديد ستكون نهاية أغسطس القادم، مما يعني أن وقتا يبدو كافيا أمام الفرق السعودية للتحضير وللتهيئة للموسم القادم، وهو ما لم يكن متوفرا في المواسم أو في الموسمين الماضيين، حيث سينتهي الموسم الحالي في وقت مبكر، وأيضا سيكون الموسم الجديد ربما الوقت المناسب له أنه مناسب جدا، حيث ستكون التحضيرات مهيئة للفرق السعودية إذا ما تحدثنا عن فترة لا بأس بها تقارب الشهرين تحضيرا للموسم الجديد. صالح، تعليق أولي منك. طبعا لا تنسى وجود بطولة كأس العرب للمنتخبات التي ستقام في جدة في شهر شعبان، فأعتقد أن الإجازة التي ستمنح للاعبين، ليس جميع اللاعبين إنما اللاعبين الغير دوليين، هم من سيكون لهم النصيب الأكبر من الاستفادة من الإجازة. بالنسبة لإقامة الدوري في نهاية أوغست، أنا أعتقد أن توقيت جدا ممتاز، فيه خاصة بعد شهر رمضان بما يقل تقريبا عن 3 إلى 4 إلى شهر تقريبا، فتوقيت جدا ممتاز للاعبين لجميع إدارات الأندية من الآن ليكون في نوع من العمل المستقبلي، العمل الجيد اللي يراعى فيه تدارك جميع الأخطاء اللي تمت خلال الموسم الماضي. وقد يكون الموسم الماضي أنه استثناء، أنه ما في مشاركات دولية للمنتخب الأول ولا فيها التوقفات الكبيرة التي نتمنى أن تنتهي. نعم، على أي حال هذا في ما يخص بداية الموسم الجديد. مؤكد أن كل الأندية ستبحث أو ستضع برامجها بشكل جيد. طبعا الا الانديه التي يعني تفتقد اللاعبين الدوليين، على اعتبار مثل ما اكدنا انه مشاركه المنتخب الاول بكاس العرب، مما يعني انه في بعض اللاعبين سيستمرون مع المنتخب حتى بعد نهايه الموسم الرياضي. نعم.